قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. زمردة، زمردة الفنانة اللي اتمتعت بموهبة وثقافة وكمان ذكاء فني، وذكائها متمثل انها ما اعتمدتش على ملامحها الجذابة وثقافتها، وقررت انها تخرج من قالب الفنانة الجميلة والصورة النمطية للفنانة رقيقة الملامح واللي لازم تطلع وهي حبيبة البطل المغلوبة على امرها، فقدمت أدوار شر وكمان أجادتها جدا، وبرضو غيرت الصورة النمطية للشخصية الشريرة واللي كانت لازم تظهر بملامح قاسية. الفنانة اللي اكتشفها فنان المسرح يوسف وهبي، وهنتعرف على الوجه الآخر ليها وكمان ايه السر اللي كانت مخبياه عن الفنان الراحل عبد السلام النابلسي. فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. الفنانة المصرية زمردة اسمها الحقيقي هو زمردة حقي، اتولدت في القاهرة يوم الاثنين الموافق 15 فبراير سنة 1926 في أسرة غنية، وكانت أسرتها بتحط التعليم في المقام الأول، فكانت بتدرس في مدارس فرنسية، وعشان كده أتقنت الفنانة زمردة الإنجليزي والفرنساوي. أول ما بدأت تكبر كل ما كانت بتتواجد في مكان كانت بتلفت الأنظار ليها، طبعا لجمالها وثقافتها وأناقتها. وفي يوم وهي موجودة في مكان شافها الفنان يوسف وهبي وأعجب بجمالها جدا، ولما بدأ يتكلم معاها أعجب كمان بشخصيتها وإتقانها للغات الإنجليزي والفرنساوي، فأقنع أهلها أنها لازم تدخل عالم التمثيل، وقال لهم أنه هيتبناها فنيا، وده اللي شجع أهلها أنهم يوافقوا، وده لأن الفنان يوسف وهبي كان كل الناس بتثق فيه. فلما اقتنعت الفنانة زمردة وبدأت تاخد دروس تمثيل على ايد الفنان يوسف وهبي، ولما لقاها بتتجاوب معاه وان موهبتها التمثيلية بدأت تظهر، اشركها في فيلمه الافوكاتو مديحة، وجسدت فيه شخصية فتاة ارستقراطية بسيطة مش بتتكسف من حبها لمحمد افندي الفلاح الفقير. قدمت الفنانة زمردة في بدايتها أدوار الفتاة الأرستقراطية، وساعدها على كده طبعا اتقانها اللغات زي ما قلنا، ده غير شكلها الجذاب وشخصيتها الأنيقة، وده اللي كان واضح جدا لكل اللي تعامل معاها. بس لأنها تتلمذت على إيد الفنان يوسف وهبي قدرت تخرج من قلب الفتاة الأرستقراطية، فبعد دخولها المجال الفني بفترة قدرت إنها تغير أدوارها بشكل كبير، فتعرفت بالفتاة الشريرة اللي بتدبر المكائد والمصايب لبطل أو بطلة الفيلم، وقدرت إنها تقدم الأدوار دي ببراعة كبيرة، ده غير إنها كمان قدمت أدوار كوميديا زي فيلمها مع إسماعيل ياسين في فيلم خليك مع الله، وفيلم الحقوني بالمأذون مع الفنانة الراحلة شادية. من أشهر أدوار زمردة فيلم عصافير الجنة، وأدت فيه دور درية أرملة مدير شركات المشروبات الغازية اللي بتقع في حب مدير دعاية شركتها، واللي كان بيقدم الدور ده الفنان محمود ذو الفقار، واللي كان متجوز وعنده 3 بنات هما فيروز ونيلي وميرفت، والفنانة زمردة بتحاول تخطفه وتفرق ما بينه وما بين بناته. ومن أعمالها السينمائية التانية خد الجميل، ناهد، اديني عقلك، فاعل خير، سلو قلبي. كانت بتربط بينها وبين الفنان عبد السلام النابلسي صداقة وعلاقة طيبة، وهي اللي كشفت سر الفنان عبد السلام النابلسي لأنه كان مخبي عن الجميع أنه مريض بالقلب، لأنه كان خايف المنتجين ينصرفوا عنه، ولما توفى كانت الأخبار كلها بتقول أنه توفى نتيجة تعب في المعدة، بس الفنانة زمردة هي أول فنانة قالت الحقيقة وأنه كان مريض بالقلب من أكتر من 10 سنين. في الحياة الشخصية كانت بتختلف عن أدوار الشر اللي بتأديها تماما، ففي حوار صحفي نادر ليها اتكلمت عن حياتها الشخصية وإزاي بتتعامل مع اللي حواليها، فقالت ان في موقف لسه حاصل معاها وحبت انها تقوله للمعجبين، فقالت انها كانت بتقدم يد العون لسيدة محتاجة بمرتب شهري بسيط، وقالت انها بتؤمن ان ربنا بيرزقها عشان خاطر السيدة البسيطة اللي بتساعدها. وفي يوم جات لها السيدة في الميعاد المحدد، بس الفنانة زمردة ما كانتش عاملة حسابها، وكان في البيت عندها 2 جنيه بس، وكانت محتاجاها جدا عشان هتدفع التزامات عليها، بس قررت انها هتقسم الفلوس اللي موجودة بينها وبين الست دي، وهي اخدت جنيه والست اخدت جنيه. وقبل ما تمشي
السيدة، وقبل ما تمشي السيدة جالها 3 أفلام تقدمها ومضت عقودها على طول عشان تقول الفنانة زمردة إن الخير دايماً بيجيب معاه خير. تزوجت الفنانة زمردة من خارج الوسط الفني وأنجبت بنتها الوحيدة إنجي، واختفت بعد كده عن الأنظار في أوائل الستينات وما ظهرتش تاني في الوسط الفني غير مرة واحدة وهي عند وفاة الفنان عبد السلام النابلسي عشان تتكلم عنه وعن السر الكبير اللي في حياته. في بعض المصادر بتقول إنها توفت، بس المصادر دي مش موثوقة، يعني المعلومات اللي موجودة مش بتفيد إذا كانت عايشة أو رحلت عن عالمنا. ودلوقتي يا عزيزي المشاهد، في أي دور نجحت فيه الفنانة زمردة؟ في أدوار الفتاة الأرستقراطية ولا الأدوار الشريرة ولا الكوميدية؟ كان معاكم رشا رجب.